وشي كنتمناو الشفاء للاخ والصديق حموده كما كنقولوا ليه، ونتمنى يرجع الحيويه ديالو والنشاط ديالو الرياضي، لانه واحد الشخص اللي عشت معاه كثير داخل فريق الجيش الملكي، وعشت معاه كذلك واحد 3 سنين ولا 4 سنوات في سلطنه عمان، كنا في واحد الفريق انا وياه السويق، نادي السويق. شي تعليق سي العزيز؟ هي نقدروا نسميوها نون كومنت، لان الا بغينا نهضروا على تيمومي راه ربما انا منين جيت من قسم التادله تعرفت مع حموده، يعني اول حاجه دخلني للدار ديالو عند مي زهره الله يرحمها في هذا النهار الوالده ديالو، تناكلوا ماكله يعني وحده يعني قلب كبير، في لي شومبر نكون نعس معاه في لي شومبر باش نمشي كونسونطراسيون، يعني الوحيد اللي تيوري لك شي حويجات بعدك في كونسونطراسيون، تيعطيك شي حويجات اللي يفيدوك كلاعب، يعني انت تشوف حموده دوك اللويزات ودوك الكوريكيعات ودوك شي حويجات تتقول لي وي حنا يلاه تعشينا وتنبداو ناخذ، تيقول لي راه هادو هما الفورمه. ديك الوقيته الناس دابا تيديروا داك الشيء ديال الخلطات الدوباج وداك الشيء، الدوباج ديال ديك الوقيته هو الشريحه التمر الزبيب مكسرات، يعني بكل صراحه رجل طيب. ذا ستني تيبدو الزكي، الزكي هو اللي كاين اغلبيه كلشي اغلبيه انسحبوا. ها واحد هذا سليمان، سليمان يا عزيز سليمان عاد رجعوه، هو رجع انت هو مغضوب عليه نتمناو ليه سعد العزيز سليماني. عزيز سليماني كان مع المنتخب الوطني في 86، كان في 86 كان في 86 وكان نتمناو الشفاء السي عبد الرحمن السليماني كذلك. عبد الرحمن واحد الشخص عظيم دابا هو مدير تقني. وإلا شفتي منتخبات أخرى، المنتخب الجزائري مثلا ولا المنتخب التونسي، غتلقى اللعابة اللي لعبوا في المنتخب ديالهم في تظاهرات عالمية كلهم شادين فراقي. حيت هما التوانسة واحد الميزة اللي فيهم أنا شفتهم في الخليج هما المصريين. خصنا نعطيو الاعتبار للاعبين الدوليين السابقين، نعطيهم أسبقية تكوين في الدورات، لان لا يعقل ان واحد ما كيتختارش. حنا ناخذوا غير هاد شي استحسان شي في الدورات التكوينيه الناس على برا كيكونوا من اللعابه القدام ديالهم وكيكونوا معاهم بواحد الليونه بواحد السهوله باش يخليه مدرب، وكنتمنى هاد المساله تمشي حتى في اللجنه التقنيه في المغاربه. اذا كان عندهم الناس بزاف يعزلوا اللاعبين القدامى يديروا لهم بوحدهم، كما داروا واحد الفتره كانوا كيعزلوا اللعابه بوحدهم قدام، والناس الاخرين مثلا اللي بغاو يديروا مدربين كذلك اللي ما كانوش دوليين وبغاو حتى هما يديروا مدرب، فالباب مفتوح، لان اي واحد ما يمكنش تحبسوا على التدريب كيف ما بغى يكون نوعه، يمكن كاع ما عمره يلعب الكره ولا بغى يدير مدرب نفتح ليه حتى هو المجال يدير مدرب، لان مورينيو راه ما لعبش الكره راه مدرب كبير. نعطي وندير ونقسم الناس باش ما يبقاوش يقولوا لا هذاك حيت لعب الكره غيميزوا عليا انايا، بالعكس هذوك اللي لعبوا الكره راه ذاك التدريب اللي غيدير راه عاشوا 16 عام في التيران، 16 عام ولا 20 عام هو كيلعب.